انا عم بحكي معك. لحظه يا خي يا خي، لحظه لحظه يا خي يا خي، لحظه ما تمد ايدك ما تمد. خلينا نشوف اذا حطينا هيدي البرنيطه هيك وهيدا العوينات هيك بيعرفنا. ان شاء الله بكون ضرب الثاني. روح يعطيك العافية معلمة. انت مسكر ولا الباب؟ مش انا مسكر خي عراسي، خي عراسي. معك حسن سيل، انا عندي المحل تحت حد مجوهرات كنج. حسن؟ حسن سيل المحل سيل؟ لك ايه تليفونات، محل تليفونات سيل. اه حبيبي شو اسمه؟ سيل سيل انا مسميه. تفضل حبيبي. لا بس سوري يعني حسيتك انزعج بالكلمة. لا يا كبير. حسن سيل انا مسميه لانه انا بضلني اعمل سيلات بس هيدي الفكره. في قصدي غلط بالموضوع؟ لا 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 بالعكس. انت شو بسمي شو اسم الكريم؟ سلتل. سلتل يعني محلك. اسم محمد علي. حسن سيل عراسي يعني سيل. انا بعمل سيلات على طول. تشرفنا بحضرتك حبيبي. بس احنا عندنا مشكله لو سمحت. انا جاي شخص عم بحكي معك. نحن قاعدين بلا شغل لنا جمعه. انت بتعمل عرض تليفون حقه 90 دولار. شو صار لك؟ شو قلنا جمعتين قاعدين بلا تليفون حقه 90 دولار، عامل عليه عرض ليه؟ طيب مش عم بضرب هيك انا خيي، بس انه انت عامل عرض عليه. نحن ما عم نشتغل. هلا بدي اعرف انا، انت فايت من باب القوة؟ ما باب قوة خيي، عم بحكي معك خيي. لحظة 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 تقبر قلبي، فايت انت من باب القوة ولا من باب المونة ولا من باب معلمي؟ هلا انت انت اخذ موضوع هيك. انت العرض اللي عامله معقول يعني؟ العرض اي عرض اللي عامله؟ اي عرض 100 دولار عرض ال 100 دولار معقول يعني؟ لا شو بها يا خيي؟ نعم شو بها العرض؟ شو بو؟ يعني في بني ادم بالعالم كله عم يبيع تليفون جبته 90 دولار 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 حاطط اغراض معه ب 50 دولار؟ ما معقولة. عم بحكي حق معك؟ اول شيء يا محترم كانسان عم بحكي معك. لحظة لحظة لحظة، اول شيء يا محترم بتوطي صوتك لما بتحكي. انا غلطت معك شيء؟ المحل له حرمة. انا غلطت شيء معك؟ انا بدي فوت لعندك اذا بدي اعلي صوتك. روح لعندي. اسمح لي ما تسمح لي، انا بيجي لعندك لاعمل لك عرض. واحد اثنين اعمل لك فيديو. علمي ما بدي تعمل لي عرض. يرزقك ويرزقك. ما بدي تعمل لي عرض. جاي عم تحكي طالما عم بتقلي 100 دولار، انت ابن مصلحه وانا ابن مصلحه. يا خي اليوم شمسيه ادي حقها. مش هيدا لحظه شوي، هيدا هو شمسيه ادي حقها. هو عرض ال 100 دولار، هيدا اللي ادي عليك، عليك 90 دولار صح؟ حط اغراض انا بقلبه قد ايه؟ لحظه شوي. حط اغراض ب 50 دولار. حط اغراض بقيمه 7 دولار، هلا ما تستخشمني، عم بحكي معك عربي يا زلمه يا زلمه، ابن مصلحه لابن مصلحه، ماشي؟ خليك معي شوي، لك العالم من ورا صوتك. مش ورا صوتي، ما انا مكهرب منك. بعد امرك. انا مكهرب منك يا كبير، انا مكهرب منك. نحن قاعدين جمعه بلا شغل كرامتك خيي. انا سياسي بالشغل، بربح بالعرض 3 دولارات، بس هدفي شو؟ اني بيع 10 بالنهار بربح 30 دولار، فرق ما اني بيع زبون واحد واربح 30 دولار. انا هيك سياسي شغلي، بحب اتسلى بالشغل، اخذ واعطي، واحد، اثنين، حسب نواياكم ترزقون. معلمي الله يعني موصل سابع جار خيي. يعني شو بدك؟ انا جارك بامرك. انا جارك خيي بامرك. الرزق اليوم هي ادي حقها، هاي هي ادي حقها، هاي بدل ادي حقها. هاي نزل بضاعة لعندك وشوف. اول شيء رجعت نزل بضاعة لعندك وشوف انه انا مني لنفسي بيجي بعمل لك احلى عرض وان شاء الله الله يرزقك. معلمي ما بدك تعمل لي عرض. الله عم يرزقك. انا ما بدي تعمل لي عرض يا خيي، مثل ما عم انا ما عايزك تعمل لي عرض. نحن بدنا نوقف العرض بس. هلا عم بعمل فيديو. نحن بدنا نوقف العرض بس. نزل ايدك عني، نزل ايدك عني. بقول لك رجع احترم حالك. نحن عم لك نزل ايدك عني، عم بحكي معك. لحظه يا خي يا خي، لحظه ما تمد ايدك ما تمد ايدك. لحظه ما تمد ايدك. اوكي ما تمد ايدك. ما تمد ايدك. ما تمد ايدك. انا حطلع لبرا بس ما تمد ايدك. ما تمد ايدك. لا طاهر طاهر. لحظه يا خي، لحظه يا خي، لحظه. ليه عم تتعاطى معي بهالامور هاي؟ انا جارك. انت انسان منك محترم. لا عيب يا زلمه. الله مش بس بسبع جار. الله مش بس بسبع جار. هي انت خليت فيها جار معلم. اول شغله انا ماني جارك، انا حسن عبد الله. طلع الكاميرا الخفيه هيدا ثاني ضرب بتاكله مننا. ها انا حسن عبد الله، انا حسن عبد الله. هي انا وهيدا الزلمه ليك وينو. انا قلت له رح يعرف لك وينو. ليك وينو. انا قلت له رح يعرفنا بصراحه. انا شو قلت لك؟ قلت لك رح يعرفنا بس عن جد. ما والله ما عرفتك والله العظيم ما عرفتك. ما هي خبر لاني اول شغله لك الي زمان بشايفك. وهذه الكاميرا ورا الباب. ليك وينيه ورا الباب ورا الباب. بنعمل بايك انت حطيتها؟ هو اللي حطها مش انا اللي حطيتها.